الجعفري يترأس اللجنة العراقية الروسية المشتركة ويكشف توقيع عدد من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية. خلال لقائه المستشارة الألمانية العباد يكشف وجود تعاون استخباري بين بغداد وبرلين لمحاربة داعش. والطيران الحربي يقتل 15 إرهابيا بقصف اجتماع لمسؤولين بارزين في داعش بقضائهيت في الأنبار. في تفصيلات هذه النشرة أهلا بكم. إحياء للذكرى 37 لانتصار الثورة الإسلامية، شهدت عدد من المدن الإيرانية خروج مسيرات حاشدة إحياء لهذه المناسبة واحتفالا بذكرى سقوط نظام الشاه رضا بهلوي، ورفعت الجماهير شعارات الموت لأمريكا والكيان الإسرائيلي. عقيل عادل معه التفصيلات. 37 عاما من انتصار الثورة الإسلامية لم تتغير الهتافات ولا الشعارات في إيران، وإن دخلت مرحلة ما بعد الاتفاق النووي والانفتاح الحاصل في الحقبة الجديدة، لا تزال تقول طهران أن ثورتها تقارع الاستكبار وتهتف بالموت لأمريكا. سنظل نردد الموت لأمريكا وإسرائيل حتى ينتهي الاستكبار، وإن تفاوضنا مع الغرب والولايات المتحدة. هذا التفاوض كان من أجل استعادة حقوقنا. استادان ما با مقاومت استادگی رشادت علت شما مقاومت و استادگی مردم. امریکا ستبقى الشيطان الاكبر الى ان تكف عن الظلم ونشر الارهاب، ولا اظن يتحقق هذا يوما ما، لانه بقاء الاستكبار مرهون بالظلم وخلق الازمات المفتعله. الرئيس حسن روحاني وفريقه المفاوض حضروا الاحتفالات. انهم قادوا ثوره دبلوماسيه عنوانها النووي، على أسس لا تتعارض مع مبادئ الثورة. قال روحاني أن شعبه مسالم وينشد الاستقرار في المنطقة والعالم، في الوقت نفسه لا يرضخ أمام الظلم ويتصدى لقوى الهيمنة، لا في ساحات القتال فحسب وإنما في ساحات الدبلوماسية. إن الأعداء طأطأوا رؤوسهم للشعب الإيراني بعد أن أدركوا أنه لن يهادن، وأدرك العالم اليوم أن شعبنا لا يمكن التحدث معه إلا بلغة الاحترام، لهذا بدأ يتفاعل معنا. إنه عهد آخر، زمن ما بعد التهديد. يقول الإيرانيون أنهم عاشوا عقودا من الضغوط، ويأملون اليوم بانفتاح يحفظ الحقوق ويمنع النفوذ الغربي تحت غطاء اقتصادي. نشكر الحكومة على هذا الإنجاز، لكن نحذرهم من التغلغل الأمريكي والغربي في أوساطنا عبر ذرائع اقتصادية كتعزيز التعاون والانفتاح. تحرص إيران على أن تنقل الصورة في شوارعها إلى العالم، لتبعث برسالة هامة إلى كافة الأصدقاء والأعداء، مضمونها أن الساسة والشعب الإيرانيين لا زالوا متماسكين للحفاظ على قيم ومكاسب ثورتهم. لوحة بشرية رسمها الملايين على اختلاف توجهاتهم، قد يختلفون في السياسة، إلا أن المصلحة الوطنية تجمعهم للحفاظ على شعار الجمهورية الإسلامية، الاستقلال والحرية. عاقل عادل، قناة بلادي، طهران. إذن مشاهدينا، الآن ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي محمد صالح صدقيان. أهلا بك أستاذ محمد. بداية أسألك، بعد مرور 37 عاما على الثورة الإسلامية، كيف تنظرون لإنجازات هذه الثورة على الصعيدين، طبعا العسكري والسياسي أو الاقتصادي والسياسي أيضا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن هذه السنوات 36 عاما من عمر الثورة الإسلامية منذ العام 1979 لحد الآن، استطاعت هذه الثورة أن تؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس الدستور الذي استفتي به الشعب في السنة الأولى للثورة، وهذا شيء مهم جدا. الإنجازات السياسية والإنجازات الاقتصادية التي تحققت في ظل الجمهورية الإسلامية الإيرانية
الإيرانية إنجازات كبيرة في الجانب السياسي. هناك العملية الديمقراطية التي وردت في الدستور، دستور الجمهورية الإسلامية، هذه العملية الديمقراطية التي استندت على صناديق الاقتراع، وبالتالي منذ العام 1979 لحد الآن بمعدل عملية انتخابية في كل عام كانت تجرى في إيران، ولحد هذه ولحد هذا العام انتخابات الرئاسة الإيرانية، انتخابات مجلس الشورى، الانتخابات البلدية، انتخابات مجلس خبراء القيادة الإيرانية. هذه الانتخابات هي التي أرست العملية الديمقراطية والعملية السياسية في إيران، والتي استمرت طوال هذه الأعوام. هذا كان إنجاز كبير حققته الجمهورية الإسلامية. في الجانب الاقتصادي هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت في الجانب الاقتصادي، على الرغم من كل التهديدات الموجهة إلى إيران، على الرغم من الحرب التي خاضها صدام حسين ضد إيران، على الرغم من المقاطعة الاقتصادية التي فرضت على إيران خلال الأعوام العشر الماضية، ولكن بالرغم من كل هذه العوائق والمشاكل استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تحقق الكثير من الإنجازات الاقتصادية وحتى المجالات الفنية في المجال العلمي الأكاديمي. إذن سيد محمد، الحكومة الإيرانية وقياداتها أثبتت طبعا أو أكدت بأن الشعب الإيراني يعني وحكومته طبعا انتصرت على الضغوطات الدولية والاقتصادية، الحظر الاقتصادي المفروض عليها، وأيضا أثبتت ثقلها في العالم الدولي. برأيكم كيف ترون هذا التقدم بالمقارنة مع دول الخليج وأيضا الدول الإقليمية المجاورة؟ بغض النظر عن كل الاعتبارات الأمنية والسياسية التي واجهت إيران والقضايا الإقليمية التي مر بها الإقليم، لكن مجرد يعني هذه التجربة الأخيرة التي خاضتها إيران في مفاوضاتها النووية، وجلست أمام ستة من أكبر دول العالم وهي أعضاء مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا، وأنجزت من خلال هذه المفاوضات الشاقة والماراثونية والجادة التي كانت على مدى 10 عوام، وفي نسختها الجديدة خلال عامين منذ أن تولى الرئيس روحاني الرئاسة الإيرانية، ولحد الآن استطاعت أن تنجز إنجازا كبيرا جدا. استطاعت أن تنهي وجودها في الفصل السابع وتخرج من الفصل السابع دون حرب، وإنما من على طاولة المفاوضات، وهذا إنجاز كبير جدا. استطاعت أن تكسب اعتراف المجتمع الدولي والأسرة الدولية بما كانت تطالب به بحقها بإنتاج بتخصيب اليورانيوم، إنتاج الوقود النووي، والاعتراف بالدورة الكاملة للتقنية النووية التي احتفظت بها. واستطاعت أيضا أن تلغي ستة قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي واستبدلتها بقرار جديد. هذا القرار يعترف بحقها في إنتاج أو امتلاك الدورة الكاملة للتقنية النووية. وأنا أعتقد بأن ما حققته إيران في تعاطيها مع الأسرة الدولية، أنا أعتقد بأنها شيء مهم جدا، وأعتقد بأن هذا الإنجاز فتح الباب من أجل التعاطي إيجابيا مع الأسرة الدولية في الكثير من القضايا السياسية والأمنية في المنطقة أيضا. نعم، إذن هي استطاعت أن تحقق الكثير على الرغم من الحظر الاقتصادي المفروض عليها منذ سنوات طوال. إذن محمد صالح صدقيان المحلل السياسي كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. في مثل هذا اليوم من 11 من شباط عام 1979 تمر الذكرى 37 من قيام الثورة الإسلامية في إيران، ثورة قادها الإمام الخميني الراحل بعد أعوام طويلة من الجهاد والنفي. في مثل هذا اليوم 11 من شهر شباط عام 1979 تمر ذكرى 37 من قيام الثورة الإسلامية في إيران، ثورة قادها الإمام الخميني الراحل بعد سنوات طويلة من الجهاد والنفي، وتعتبر الثورة الإسلامية واحدة من أبرز الأحداث في العالم، فهي قلبت الموازين بما لها من أهمية استراتيجية هائلة، وأفرزت الثورة وعيا عميقا لدى شعوب العالم والمستضعفين في الأرض، ومهدت الأرضية لوقوع تغييرات سياسية جذرية لولادة حركات التحرر في العالم والمنطقة. استمدت قوتها من فكر الإمام وثورته، ففي الأول من شباط عام 1979 وصل الإمام الخميني إلى إيران قادما من فرنسا،
فشهدت إيران أعظم استقبال في التاريخ، وشكلت طوابير المستقبلين المليونية والممتدة من مطار طهران إلى جنة الزهراء، شكلت لوحة بشرية لن ينساها التاريخ. استطاعت الثورة الإسلامية أن تسقط أعتى الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة، والمدعومة بشكل مباشر من قبل أمريكا والغرب، تمكنت في القضاء على الفتن الداخلية والتي كانت تسعى لتشويه صورة الثورة وإفشالها. وبعد انتصار الثورة شدد الإمام الخميني على ضرورة إقامة مؤسسات دستورية لمعرفة رأي الشعب باسم النظام السياسي والذي يريده، فتم إجراء انتخابات عامة لتحديد شكل النظام السياسي، وتم التصويت على الجمهورية الإسلامية. وبعد ذلك جرت انتخابات أخرى لانتخاب مجلس الخبراء ليقوم بصياغة دستور للبلاد، بعدها جرت انتخابات لاحقة على نفس الدستور، وبعد فترة قصيرة جدا جرى انتخاب أعضاء مجلس الشورى الإسلامية، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية. وفي مثل هذه الأيام من كل عام يبدأ الإيرانيون وأحرار العالم إحياء لذكرى انتصار الثورة، أو المعروفة بعشرة الفجر، أي منذ عودة الإمام حتى إعلان انتصار الثورة، وما تخلل هذه الفترة من أحداث وصولا ليوم 11 من شباط عام 1979، يوم انتصار الثورة الإسلامية في إيران. قرارات ومواقف مختلفة تزامنت مع ذكرى الثورة الإسلامية في إيران، منها ما تماشى مع أجواء الاحتفال بهذه المناسبة، ومنها ما تحدث عن الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية. تمر الأعوام وثمار الثورة الإسلامية في إيران لا تنضب. يستغل المسؤولون الإيرانيون هذه المناسبة لعرض إنجازاتهم، فيما يبادر بعضهم إلى إصدار قرارات تتلاءم مع أجواء المناسبة. فقد وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على اقتراح بالعفو وتخفيض العقوبة عن 1059 مدانا ممن توفرت الشروط اللازمة لديهم وتم تحديدهم من قبل اللجنة المعنية. الرئيس الإيراني حسن روحاني استغل المناسبة للقاء سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والتحذير من محاولات بعض الأطراف الرامية إلى إخافة العالم من إيران، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني حرص منذ انتصار الثورة الإسلامية على إقامة أفضل العلاقات مع جميع بلدان العالم. كما أكد روحاني أن الاستقلال والحرية والسيادة الوطنية هي ثمار الثورة الإسلامية الفريدة من نوعها على مدى القرون الماضية من التاريخ الإيراني. من جانبه أكد نائب رئيس استخبارات حرس الثورة الإسلامية العميد رحيم يعقوبي أن إيران أغلقت الطريق أمام أي تهديد باتخاذ تدابير استخبارية مضادة، ووصف العميد يعقوبي الاستخبارات الأمريكية والصهيونية بأنهما ألد أعداء نظام الجمهورية الإيرانية ومن عوامل التغلغل والتهديد ضد إيران. أما القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد علي جعفري فقد صرح بأن العدو وبعد فشله في فتنة عام 2009 في إيران لجأ إلى التهديدات الخارجية وأطلق في هذا السياق تنظيم داعش، منوها إلى أن إيران اليوم هي قاعدة الصمود أمام الاستكبار، وعليها العمل لتعميق أهداف الثورة الإسلامية كونها حققت على مدى 37 عاما من انتصار الثورة منجزات كبرى، إلا أن الطريق ما زال طويلا. بعد مرور ما يقرب 37 عاما على الثورة الإسلامية الإيرانية التي قادها الإمام الخميني قدس سره، أقامت السفارة الإيرانية احتفالية حضرها العديد من الشخصيات والرموز الدينية والسياسية. السفارة الإيرانية على لسان سفيرها حسن دنائفر على أن إيران ستبقى ماضية في دعمها لكافة شعوب المنطقة من أجل إحياء الأمن والاستقرار. لم يشهد العالم ثورة كثورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قادها الإمام الخميني قدس سره، والتي وصل صداها في عام 1979
لتكون بوابة جديدة تمثل الدين الإسلامي في الحكومات السياسية. في السفارة الإيرانية تجسد تلك المناسبة باحتفالية شارك فيها مختلف الشخصيات السياسية والدينية بل وحتى الثقافية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت بقائدها الراحل الإمام الخميني أن تقيم هذه الثورة المباركة والتي هي رمز الاستقلال ودعم الإنسانية، وستبقى إيران من خلال هذه الذكرى الداعمة للأمن والاستقرار للمنطقة. وربما فريدة من نوعها هذه الثورة الإسلامية والتي جعلتها مفاجأة على مسرح الأحداث الدولية آنذاك، من حيث سرعة التغيير والانتفاضة على نظام الشاه الذي كان ينتهج أساليب التغريب فضلا عن السياسات التي كانت تتعارض مع مصالح الدولة الإيرانية وشعبها، وهذا ما يجعل تلك الثورة اليوم في مسارح الطاولات الإسلامية وغيرها. لقد أسست الثورة الإيرانية لمصطلح كبير وهو أن غضب الشعوب كغضب الطبيعة، إذا وقف لا يدفع وإذا هاج لا يقدر. قد تبدو الشعوب في مرحلة ما ساكنة خاملة، وقد يبدو الحق وسط الزحام منزويا في حين أن الباطل يطارد برأسه. إقامة هذه الاحتفالات السنوية لمثل هكذا مناسبات تاريخية هي حتما تحاول الرجوع على تلك الإنجازات الكبيرة وكيفية الاستفادة منها في الوقت الراهن، خاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالكثير من البلدان العربية والإسلامية في هذه الآونة. هذه الثورة الإيرانية وعلى الرغم من قدمها تاريخيا إلا أنها شكلت علامة بارزة لكل التغيرات والثورات التي ساهمت في دعم مصالح الشعوب. من العاصمة بغداد، محمد جليل، بلاد الفضائية. في لبنان أقامت السفارة الإيرانية ببيروت احتفالا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، حضره حشد رسمي وعلمائي كبير. أقيم في بيروت احتفال بمناسبة الذكرى 37 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، حضره حشد رسمي وعلمائي وسياسي كبير، حيث كان للسفير الإيراني كلمة أشاد فيها بالدور الكبير الذي تقوم به المقاومة بمواجهة الإرهاب. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجدد دعوتها لكافة الأطراف في منطقتنا إلى الحوار وعدم التدخل الخارجي، فالحل أولاً وأخيراً هو حل السياسي، كما تعرب عن بالغ أسفها للدعم الخارجي الذي ما زالت تتلقاه المجموعات التكفيرية رغم الظروف اللا إنسانية والقاسية التي سببتها تلك المجموعات. كما شدد المشاركون على المعاني السامية لانتصار الثورة، مؤكدين على النهج المقاوم للثورة ضد الاستكبار العالمي. أعتقد أن الجمهورية الإسلامية التي وقفت منذ انطلاقة هذه الثورة إلى جانب الشعب الفلسطيني ستبقى أيا كانت المحاولات التي يحاول البعض أن يشوه دور إيران في المنطقة ودور الإيران في دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وخصوصا في ظل الاتفاق النووي الإيراني. أعتقد أن الذي ميز هذه الثورة تنظر إلى مبادئها اليوم وكأنها في اليوم الأول الذي انطلق به الإمام الخميني رحمة الله عليه، وهي دائما إلى جانب حركات المستضعفين في العالم ضد المستكبرين. هذه الميزة ميزة مستمرة وصفة دائمة مع الثورة الإسلامية في العالم، وهي إلى جانب محور المقاومة دائما وأبدا. لذكرى انتصار الثورة خصوصيتها هذا العام، حيث تأتي مفعمة بإحساس الانتصار الذي يخيم على دول محور المقاومة. نتوجه بأحر التهاني لدولة إيران في عيدها الوطني، ونتمنى أن يكون العلاقات بين لبنان وإيران على أفضل حال مع أيا كان النظام في إيران. ثوابت الثورة لا زالت هي لم تتغير، واستطاعت إيران خلال هذه السنوات الطويلة أن تثبت فعلا أنها صاحبة قرار مستقل، فهي لا تخضع لسياسات الهيمنة وسياسات دول الاستبداد والتسلط. منذ تاريخ انتصارها كانت وتبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حصنا منيعا بمواجهة أعداء الأمة
وسندا للشعوب المستضعفة بمواجهة الاستكبار العالمي. 37 عاما مرت على انتصار الثورة، حاصدة معها الكثير من الانتصارات، تاركة بصمتها على مر العقود نبضا حيا في شرايين الأمة، لترسم من خلالها خط التحرر العالمي. لقناة بلاد الفضائية من بيروت، حسين عياد. في سوريا أقيم احتفال رسمي بالعاصمة دمشق في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بإيران. الحاضرون استذكروا القيم والأهداف السامية التي وضعها مؤسس الثورة الإمام الخميني الراحل من أجل نصرة المظلومين في العالم. سامر زرقاء. سبعة وثلاثون عاما مرت على الثورة الإسلامية في إيران، ومثلها من الأعوام مرت على العلاقات الإيرانية السورية المتصاعدة يوما بعد آخر. اجتمعت بوصلة الشعبين والقيادتين على مبادئ مشتركة، مبادئ العدل والحرية ورفض الظلم والهيمنة، قواسم مشتركة كان للإيمان بها دور في تشكيل المحور المقاوم الذي صمد في وجه أشرس الاعتداءات، سواء من قبل إسرائيل أو في الحرب الجديدة التي تتعرض لها سوريا والمنطقة، لتكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم في ذكرى انتصار ثورتها على رأس الداعمين لانتصار سوريا وصمودها في وجه المد التكفيري وداعميه. إيران هي الصديق الصدوق وهي الحليف لسوريا، علاقاتنا تاريخية ومتجذرة، وهي تعتمد على احترام السيادة واحترام حقوق الدول واحترام الرأي المستقل واحترام كرامة الشعوب، أما الآخرون فهم المعتدون وهم المحتلون وهم الذين يحاولون ذر الرماد في العيون. السوريون الذين خبروا الدعم الإيراني السياسي والاقتصادي والعسكري منذ بداية الحرب على سوريا هم اليوم أكثر إيماناً بوحدة المصير والدم، وأكثر اقتناعاً أن احتفالات الإيرانيين بثورتهم لا تخص الإيرانيين وحدهم، وإنما تمتد لتشمل كل المنطقة بما فيها فلسطين ولبنان وسوريا التي تحصد ثمار علاقات الأخوة الحقيقية مع إيران، أخوة جربها السوريون في السلم وامتحنوا قوتها في الحرب. نحن رأينا بأن المؤامرات موجودة في سوريا ضد الشعب السوري وضد الشعوب المنطقة وضد الأمن المنطقة، والآن كشفنا كل الأوراق والصورة واضحة أمام الرأي العام العالمي بأن ما جرى في سوريا هي إرهاب بامتياز، إرهاب بكل أشكالها، وبهذا السبب الآن وصلت الرأي العام العالمي إلى صحة الموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحاليا نرى بأن في تراجع واضح في مواقف الدول الذين وقفوا في أول الأزمة إلى جانب الإرهابيين، الآن هم يتغيرون هذه المواقف ويحاولون أن يكون إلى جانب الشعب السوري ضد الإرهاب. العلاقات الإيرانية السورية التي أرسى داعمها الرئيس الراحل حافظ الأسد مع الإمام الخميني قدس سره شكلت رصيدا وحصنا للمنطقة التي كانت تتناهبها المشاريع الخارجية، فكان لتعزيزها في عهد الرئيس بشار الأسد والقيادات الإيرانية دور فيما وصل له البلدان من إنجازات. وإن كانت يد التخريب قطعت على سوريا مسيرة التطوير والتحديث، إلا أن وقوف إيران إلى جانب سوريا في أزمتها ووجودها القوي لما بعد الأزمة يبقى رصيدا وداعما لسوريا المستقبل. 37 عاما والثورة الإسلامية في إيران تنتشر وتتمدد، ليس تمددا في الجغرافيا وإنما في قلوب الشعوب المظلومة التي وجدت في إيران المعين والناصر في وقت تكالبت عليها قوى التكفير والهيمنة. سامر زرقاء، بلاد الفضائية، دمشق. وقعت اللجنة العراقية الروسية المشتركة عددا من مذكرات التفاهم والتعاون بمجال التسليح والنفط والطاقة، وقد ترأس جانب العراق في المباحثات الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين، كما تضمنت المناقشات بحث الوضعين العسكري والسياسي في العراق والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات. الدكتور جعفري أكد أن مدينة الموصل تقع في سلم أولويات القوات المسلحة،
وسيتم تحريرها بإرادة وأيد عراقية كما تحرر صلاح الدين والأنبار. الدكتور الجعفري بمؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين جدد رفض العراق تواجد القوات التركية شمال البلاد. ما يتعلق بالسؤال الأول لمدينة الموصل، مدينة الموصل مدينة مغتصبة وهي مدينة عراقية، وهي تقع في سلم أولويات القوات المسلحة العراقية في مسألة إرادة التحرير، وكانت كشقيقتيها الأنبار وصلاح الدين تم تحريرها من قبل القوات المسلحة العراقية، ويسع دول العالم أن تقف إلى جانبنا في تحرير هذه المدن، لكن ليس يسع لأي دولة من دول العالم أن تمنع تحرير مدينة عراقية. هي مدينة عراقية وهذا شأن عراقي، وتتحرر بإذن الله تعالى بإرادة عراقية كما تحررت صلاح الدين وكذلك الأنبار. موقفنا واضح ومحدد، رفضناه بضرس قاطع في الوقت الذي نتمسك بالعلاقة مع كل دول الجوار كسياسة عامة واستراتيجية ثابتة، لكننا نرفض رفضا قاطعا وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية من أي دولة بما فيها دولة تركيا. من جانبه أكد روغوزين استعداد موسكو لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل العراق في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك، معربا عن تأييده موقف العراق الرافض للوجود العسكري التركي على أراضيه. والطريقة الثانية هو تدريب للقوات العسكريين والأمنيين، والطريق الثاني هو تزويد الجانب العراقي بالمعدات والعتاد والتجهيزات الخاصة، ولكن كل ذلك يبني على الطلب الرسمي من بغداد إن وجد، ونحن في هذا السياق نعتمد على هذا الطلب، ومن دون هذا الطلب لن نتصرف مثل ما تتصرف تركيا بدون أي موافقة، ونحن نعتبر هذه العمالة التركية عمالا استفزازية. يشارك رئيس الوزراء حيدر العبادي بمؤتمر السياسة والأمن الدولي في ميونخ الألمانية الذي يبحث عددا من القضايا أبرزها الأزمة السورية وملفات الأمن في الشرق الأوسط والعالم. العبادي بمؤتمر صحفي مشترك عقده مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أكد أن هناك تعاونا معلوماتيا بين الاستخبارات الألمانية والعراقية لمكافحة عصابات داعش، مبينا أن الجيش العراقي أثبت قدرته على تحقيق الانتصارات على إرهابي داعش في عدة محافظات. الإرهاب هو عدو مشترك لنا جميعا ويجب أن نواجهنا بالعراق نقاتل على الأرض. دعينا إلى مزيد من التعاون الاستخباري، هناك الآن تعاون استخباري كبير بين الاستخبارات الألمانية والمخابرات العراقية والإجهزة الأمنية العراقية لهم محاربة الإرهاب. الإرهاب يقوم بنشاطات جرمية ودموية في كثير من دول العالم ويقتل أبنائنا في العراق. هذا التعاون مهم لنا ومهم أيضا لباقي الدول، يجب أن نستمر به ونطوره. قواتنا المسلحة قدمت انتصارات كبيرة في مناطق هائلة، اليوم الحمد لله الرمادي تم تحريرها، ونتجه إلى مناطق أخرى. خلال هذا الأسبوع وصول أول قطاعات عراقية إلى شرق الموصل من أجل بدء بتحرير الموصل، وإحنا عندنا ثقة بأن الموصل ستحرر قريبا. نعم هناك توقعات كبيرة وتوقعات ربما مضادة، ولكن قدرتنا على تحرير أراضينا ثبتت في تحرير صلاح الدين، في تحرير بيجي، وفي تحرير الرمادي. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعهدت من جانبها بتقديم مزيد من الدعمين العسكري والاقتصادي للحكومة العراقية، مشيرة إلى أن بلادها ستقدم قروضا إلى العراق لاستثمارها في مشروعات البنى التحتية. الحكومة الألمانية تعهدت بتقديم المزيد من الدعم للحكومة العراقية في إعادة بناء المناطق المحررة والمساعدة في تدريب القوات العراقية وإمدادها بالأسلحة المتطورة لمواجهة الجماعات الإرهابية. إننا نشيد بقدرة القوات الأمنية على تحرير مناطقهم، وسنقدم قروضا للعراق، والهدف من ذلك هو منح الأمل للمواطنين كي لا يضطرون لمغادرة بلدهم. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد الدكتور خالد عبد الله أستاذ العلوم السياسية. دكتور خالد، بداية مرحبا بك. نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين أكد أن بلاده مستعدة لبدء عمليات عسكرية في العراق ضد إرهابي داعش. برأيكم لماذا حكومة بغداد لم تطلب الدعم العسكري الروسي في العراق حتى اللحظة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم الجميع مشاهدي قناة بلادي. لك التحية. أنا أتوقع بأن اليوم مسألة الحديث عن التعاون الاستخباراتي مع روسيا الاتحادية هو في إطار القائمة المهمة جدا من أولويات الحكومة العراقية، لا سيما بعد تشكيل ما يسمى بالخلية الاستخباراتية بين إيران وبين العراق وسوريا وروسيا الاتحادية. أنا أتوقع بأن فعالية اليوم الدور الروسي الذي تجسد بعد سبتمبر من العام الماضي في سوريا وضربات الجوية، أعتقد قد يعيد صانع القرار العراقي والقيادة العسكرية العراقية في إطار المستجدات التي تشهدها المنطقة، وأقصد هنا إذا لم يكن هنالك فعالية في إطار ضربات التحالف الدولي، أعتقد بأن روسيا سوف يكون لها أيضا مفتاح كبير في إطار هذه الضربات الجوية بعد إيقان الحكومة العراقية بأن التحالف الدولي على الرغم من الاجتماعات الكثيرة والتغيير في إطار استراتيجيته وتكتيكاته إلا أنه لم يؤتي كله في إطار قطع تنظيم داعش الإرهابي. وأعتقد بأن سكرتير الأمم المتحدة جيفري فيلتمان عندما أعلن لمجلس الأمن بأن ما زال تنظيم داعش يأتي ويجند الأجانب وأيضا يقوم بعمليات بيع النفط وتهريب عمليات النفط، إذن أنا أتوقع بأن اليوم الخيارات مفتوحة، وأعتقد توقيع سلسلة من الاتفاقيات وأيضا موافقة الروس بعد تغير النظام السياسي في العراق بعد 2003 إلى إطفاء 93% من الديون العراقية، وأيضا توقيع بوتين حينها في عام 2004 برفع العقوبات العسكرية ضد توريد السلاح الروسي إلى العراق، أعتقد بأن هنالك جدية من الروس في إطار التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية. طيب دكتور، يعني مع اقتراب ساعة الصفر لتطهير نينوى ورفض العراق للوجود العسكري التركي شمال المحافظة، يعني هل سيضع الجيش العراقي بمواجهة غير محسوبة مع الجيش التركي؟ لا بالتأكيد، العراق اليوم لا يريد أن يفتح الكثير من الجبهات، لا سيما أنه يحاول أن يوحد المجهود أو الجهد الدولي في إطار محاربة تنظيم داعش. أعتقد بأن توقيع اتفاقية اليوم التعاون في إطار المحافل الدولية بين العراق وروسيا الاتحادية قد يفعل المذكرة التي رفعها العراق مندوب العراق في الأمم المتحدة وأيضا الدبلوماسية العراقية سيد الجعفري الذي أشار مرارا وتكرارا على التدخل التركي وبدون علم الحكومة العراقية ومعسكر الزدياغاني إلى آخره من الأمور، قد يكون هنالك إعادة طرح هذه المذكرة وإدانة هذا التدخل والدعوة لتركيا إلى أن تنسحب إلى حدودها، لأن اليوم لا نتحدث سوى عن سيادة العراق، وروسيا منذ 2003 ولحد هذه اللحظة تتحدث عن سيادة وسلامة ووحدة العراق. أعتقد أن توقيع مثل هذه الاتفاقية قد يفعل، لأن هنالك مراوغة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعلن ستيفن وارن بأن تركيا هي ليست جزء من التحالف الدولي، وليس هنالك تطمينات أو إشارات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لدخول هذه القوات، إذن نحن نستغرب كيف لعد تركيا تفتح المجالات الجوية لطائرات أمريكية تضرب داعش في سوريا والعراق وهي ليست عضوا في التحالف الدولي. متحدثا إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد عبد الله، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. عد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أن دعوة العبادي إلى التغيير الوزاري جاءت لمعرفة جدية الكتل السياسية حول المبادرة. الحديثي نفى معرفته بأسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم مؤكدا أن هذا الأمر يعود للعبادي، وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد دعا لتغيير وزاري جوهري لمواجهة تحديات الأزمة التي تعاني منها البلاد. حزمة الإصلاحات الجديدة التي نادى بها رئيس الوزراء حيدر العبادي في خطابه الأخير الذي تلا موقف المرجعية الدينية الأسبوع الماضي تعددت حولها الآراء في ظل وجود التحديات التي تواجه تحقيقها وفي مقدمتها توافق الكتل السياسية. حسين أحمد. أدعو إلى تغيير وزاري جوهري ليضم شخصيات مهنية. إصلاحات جوهرية هو العنوان الواسع لخطاب رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد أن سبقته إصلاحات وصفت بالتقشفية. هذا الخطاب قد يختلف عن سابقه كونه جاء بضغط موقف المرجعية الدينية الأخيرة، أما الأول فكان بمباركتها. نواب رجحوا نجاح العبادي في خطته الإصلاحية الجديدة، أو أن الخيارات المتاحة أمامه ستكون أما بترك منصبه أو الاتجاه لتشكيل حكومة طوارئ.
الآن هامش المناورة المتوفر لدى دكتور حيدر العبادي ضعيف إلى حد كبير بسبب المحاصصة العرقية والطائفية الموجودة. المجال المتوفر أمام دولة رئيس الوزراء قليل جدا، فإما أن ينجح في هذه الإصلاحات وإما أنه يترك رئاسة الوزراء ربما لتشكيل حكومة جديدة، قد تكون حكومة طوارئ وقد تكون حكومة بشكل آخر. أزمة التوافق السياسي ووقوفها كدعامة صليدة بوجه الحراك الإصلاحي المرتقب قد تكون مخيبة للأمال، رغم أن العبادي اتجه هذه المرة لرمي الكرة في ملعب القوى السياسية وأن تكون شريكا إيجابيا في منهجية التغيير الوزاري. الخطاب الأخير لرئيس الوزراء قبل سفره إلى أوروبا لم يكن موجها للداخل قدر ما كان موجها للخارج، منها مثل ما قلت جملة من الإصلاحات السياسية والإدارية، لكن لم يشمل للتغيير الوزاري ولا الكابينة الوزارية، وسوف لن يستطيع العبادي إجراء هذه التغييرات الوزارية لا في الأمد القريب ولا في الأمد البعيد. هذا وقد ذكرت مصادر نيابية أن رئيس الحكومة قد شكل لجنة خاصة لاختيار شخصيات مستقلة وكفؤة لشغل مناصب وزارية في وقت يتصاعد غليان الشارع العراقي كالمرجل بغية أن يلمس إجراءات فعلية لتحسين واقعه المعيشي. جملة من المواقف والأحداث باتت موضع الترقب والحسبان بانتظار شكل وآلية تنفيذ الديباجة الإصلاحية الأخيرة. أما المبهم في الأمر فهو الحراك الدولي لرئيس الوزراء الذي عقب خطابه الأخير بشأن الإصلاحات، وهل أن الإصلاح سيأتي بضغط خارجي هذه المرة؟ من بغداد حسين أحمد، بلادي الفضائية. إذن مشاهدينا، حول هذه التطورات السياسية انضم معنا عبر الأقمار الصناعية النائب توفيق الكعبي عضو كتلة تيار الإصلاح الوطني. أهلا بك أستاذ توفيق. بداية، كيف ترون مبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي بإطلاقه حزمة من الإصلاحات الجديدة من خلال تغيير وزاري، وأيضا مدى تأثير ذلك على الواقع الاقتصادي والسياسي والأمني في البلاد؟ تفضل. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بك. هذه الإصلاحات يجب أن يتماشى معها ويتلائم معها موقف من الكتل السياسية، لأن الدكتور العبادي لا يستطيع أن يقوم بتبديل الوزارات إلا بتصويت من البرلمان، وإذا كانت الكتل السياسية قد اتفقت مع الدكتور حيدر العبادي للتصويت على أولا إنهاء الوزارات أو حقبة الوزارات الحالية، ومن ثم التصويت على الوزراء الجدد، هنا يكون الدكتور العبادي قد حظى بمباركة من البرلمان وكذلك مباركة من المرجعية التي أوقفت الخطبة السياسية، وهذا يعتبر إنذار إلى الحكومة التنفيذية في العراق. يجب أن يكون هناك انقلاب على الذات حتى من المواطن العراقي. الدكتور حيدر العبادي بمفرده لا يستطيع أن يقوم بإصلاحات البلاد بكاملها، على الكتل السياسية المتمثلة بقادتها أن تكون هي فعلا قد أصلحت البلد من خلال اختيار تكنقراط، اختيار عناصر ذات مهنية، الرجل المناسب في المكان المناسب. لا يقوم أعضاء البرلمان أو مسؤولي الكتل السياسية أو قادة الكتل السياسية بالتنازع والتصارع. اليوم المحاصصة هي السرطان الأكبر الذي ينهش في جسم العراق بكامله. اليوم الكرة قد رميت في ملعب الكتل السياسية. نأمل من قادة الكتل السياسية أن يكون هناك اتفاق مع الدكتور حيدر العبادي لاختيار عناصر جدد، وكذلك نطالب مثل كأعضاء مجلس النواب الدكتور حيدر العبادي بمحاسبة الوزراء المقصرين الذي يتم استبدالهم. طيب، في حال السيد العبادي طرح أسماء جديدة أو طالب الكتل السياسية بطرح أسماء بديلة لوزرائهم الموجودون حاليا، يعني هل تجد بأنه سيكون هناك اعتراض من قبل هذه الكتل السياسية، وهل سيؤثر ذلك على العملية السياسية في العراق؟ أكيد، إذا كانت الكتل السياسية على نهجها السابق وخاصة قادة الكتل السياسية ويطالبون بالمحاصصة ويطالبون بأنه يجب أن يكون هذا الوزير من هذه الكتلة وذاك الوزير من الكتلة الثانية، تبدأ الصراعات وتبدأ هنا المشاكل داخل قبة البرلمان. ولكن أتمنى من أخواني قادة الكتل السياسية أن ينظروا إلى مصلحة العراق فوق الكل، وأن يقوموا باختيار عناصر ذات مهنية
والتلاؤم مع الدكتور حيدر العبادي لاستقرار البلد. اليوم حتى المواطن البسيط عليه مسؤولية، ليست الدكتور حيدر العبادي لوحده، المواطن هو كذلك عليه مسؤولية أن يقف لإصلاحات هذا البلد عندما يرى فسادا في دائرة معينة أو في مكان معين، ومن ثم إلى البرلمان وقادة الكتل السياسية والوزراء نفسهم. يجب أن يكون هناك التزام في هذه الحقبة الجديدة، ونأمل إن شاء الله من الدكتور حيدر العبادي أن يضع أمام أعين الشعب العراقي تقصير الوزراء الذي سوف يتم استبدالهم، وحتى نرى كيف يتم محاسبة المقصر. لا نأتي اليوم بحقبة وزارية جديدة وبكرة نأتي بحقبة أخرى ولم نرى هناك محاسبة. نطالب اليوم أن تكون هناك محاسبات وملفات في النزاهة، يجب أن تكون ظاهرة أمام أعين المواطن العراقي وأمام البرلمان حتى نعرف على أنه هناك إصلاحات جدية فعلا. إذن أستاذ توفيق، المواطن أيضا ينتظر القيام بهذه الإصلاحات الجدية والحقيقية. النائب توفيق الكعبي عضو كتلة تيار الإصلاح الوطني كنت معنا، شكرا جزيلا لك. من جديد أهلا بكم. قتل 15 إرهابيا من داعش بينهم مسؤولون بارزون بقصف جوي استهدف اجتماعا للقيادات العليا غرب الرمادي. مصدر أمني ذكر أن طيران الجيش قصف اجتماعا لقادة داعش الإجرامي داخل مبنى دائرة الجنسية وسط قضاء هيت غرب الرمادي، ما أدى إلى قتل 15 إرهابيا، مبينا أن الاجتماع جاء بالتزامن مع تطويق مداخل قضاء هيت تمهيدا لاقتحامه من قبل القوات الأمنية ومن محاور مختلفة. قائد عمليات الأنبار إسماعيل المحلاوي أعلن اعتقال 20 إرهابيا بينهم مسؤول بارز أثناء محاولتهم التسلل مع العوائل إلى مخيمات النازحين بالرمادي. المحلاوي أكد أن القوات الأمنية ألقت القبض على 20 إرهابيا بينهم المدعو عامر الهزيماوي أحد قادة داعش خلال عملية إخلاء العوائل المحاصرة بمناطق شرق الرمادي ونقلها إلى مخيمات النازحين بالمدينة السياحية ومخيمات ناحية عامرية الفلوجة. على وقع الانتصارات العسكرية في الأنبار، خرج أهالي الرمادي والقوات الأمنية إلى شوارع المدينة محتفلين بتحرير المناطق من إرهابي داعش، مؤكدين دعمهم الجهود الأمنية لدحر الإرهابي وطرده من المحافظة. محمد الشمري. ما إن تحررت مدينة الرمادي وضواحيها حتى نظم المئات من المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية احتفالات كبيرة انطلقت من مدينة الخالدية متوجهة إلى المدينة المحررة. المحتفلون هنا تبدو الفرحة واضحة على وجوههم رافعين العلم العراقي في مدينة الرمادي، كما جابت سياراتهم التي ثبتت عليها مكبرات الصوت التي تصدح بأغاني النصر الشوارع الرئيسية للمدينة احتفالا بهذه المناسبة. احنا نشكرهم هاي القوات الأمنية على تحرير المناطق والقضاء على تنظيم داعش المجرم الذي هجر العوائل من مناطقها والذي قتل الأطفال والشيوخ. نشكر القوات الأمنية اللي ساهم بتحرير محافظة الأنبار من هؤلاء القتلة المجرمين اللي عثوا في الأرض فساد، دمروا كل شيء، دمروا البنى التحتية المحافظة، قتلوا النساء الأطفال الشيوخ. تبعنا بتحرير مدينة الرمادي، فتح الطريق بين الخالدية والرمادي، وهذا الاحتفال موجود في الخالدية، ونشكر القوات الأمنية والجيش والفرقة الذهبية. احتفالات المواطنين هنا لا توصف لشدة فرحهم بتحرير مدينتهم وقرب العودة للديار بعد طول غياب. القيادات الأمنية التي حضرت الاحتفال وعدت أهالي الأنبار بأن هناك أقضية جديدة سيتم تحريرها وإكمال فرحة أهالي الأنبار بتحرير كامل محافظتهم.
الآن تم تحرير مدينة الرمادي وضواحيها، وهناك لا زالت نواحي وأقضية في محافظة الأنبار تحت سيطرة داعش، إن شاء الله قادمون لهم بأي مكان يتواجدون به. مظاهر الفرح هنا وتكاتف الأجهزة الأمنية مع المواطنين أضفت مزيدا من البهجة على هذه الاحتفالات. من محافظة الأنبار، محمد الشمري، قناة بلاد الفضائية. بمؤتمر صحفي لقائد عمليات نينوى نجم الجبوري قال أن القوات الأمنية جاهزة للانطلاق نحو عملية تطهير نينوى، مبينا أن ساعة الصفر بيد القائد العام للقوات المسلحة. التجهيزات والتسليح والقطعات وصلت وبإمكانها أن تقوم بعمليات، فيبقى القرار حجم العملية، كبرها، وقت بدايتها يم السيد القائد العام للقوات المسلحة، لأن هو ينظر للموقف بصورة شاملة، والتنظيم ما يمتلك نفس القدرة اللي كان عليها بالسابق لا ما يمتلك، لأنه هو استنزف بشكل كبير بضربات التحالف، بمعارك بيجي على يد الأبطال في بيجي وفي صلاح الدين تكريت وفي سامراء وفي الرمادي أخيرا وحديثه، هو فقد الكثير من قدراته. على ما يبدو أن تداعيات الأزمة الاقتصادية بدأت تظهر شيئا فشيئا، فالأسواق باتت شبه خاوية وتعاني من الركود بسبب قلة السيولة التي غابت نتيجة تخوف المواطنين من سنوات قحط متوقعة في مقبل الأيام. عبد الله نوري. ترتفع معدلات الأزمات في العراق وترتفع معها حالات التخوف من القادم. أبواب التسوق والشراء في العاصمة أصبحت شبه مغلقة، وأمست المنتجات والبضائع تبحث عن فسحة تصريف في ظل حالة السكون هذه. مواطنون بيّنوا إن شحة الشراء هذه تعود بالأساس إلى قلة الأموال بعد أن عمدت الحكومة إلى الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين. العالم تخوفه وعندك انفلت ضامن بيته، لأن ما يعرف شنو مصير باكر. أول شيء هي سبب التدورها كلها الحكومة، لأن خلتنا مأزق نتخوف من كل شيء. يعني هسه عندك انفلس يعني ما يقدر يعني يطلع يشتري. تخوف واضح يعني عند المواطنين من انه يشتري ماده او يشتري سلعه او يشتري فد جهاز غالي، على اعتبار اكو اكثر من تصريح المسؤول، اكو اكثر من اشاعه بالشارع موجوده انه اكو تقشف، اكو احتمال رواتب راح تتوقف ورا شهر الرابع او غيره. غياب السيوله عن الاسواق ربما تعد منعطفا للمكوث على ازمه اقتصاديه اخرى تتمثل بحاله كساد تام تغيب عنه الإجراءات الحكومية المتبعة في إنعاش الأسواق. فهنا البحث جار عن منفذ يضمن التنفس التتبعي للأيام من خلال الاستفادة المتبادلة ما بين المواطن وأصحاب المحال التجارية الذين غابت عنهم خطوات المتبضعين. وقف العمل كله نهائيا لأنه الفلوس ما موجودة، الدولة ما عندها فلوس، فالمواطن منين يجيب؟ الرواتب قللوها، عمل ماكو، ناس اكثرها قاعده ماكو شغل، اهل المحلات هذا شوفها فارغه كل شيء، ماكو لا شغل ولا عمل، يعني يوميتها قوي يطلعها. تحسبات كثيره علقت في اذهان المتلقين والمتابعين للشؤون السياسيه الداخليه، لا سيما تلك التي تتحدث عن ازمات في مقبل الايام، فالجميع يختار التحفظ على ما يملكه من الاموال خوفا من حاله القحط المحتمله في أشهر وأعوام قادمة ربما تكون عجافة. من بغداد، عبد الله نوري، بلاد الفضائية. إذن مشاهدينا تتابعون في هذه النشرة أيضا. لافروف ووكير يبحثان إيقاف إطلاق النار في سوريا وشروط انعقاد حوارات بين الحكومة وفصائل المعارضة. والجيش واللجان الشعبية اليمنيان يقتلان 6 جنود سعوديين بإحباط تقدم صوب موقع عسكري بمنطقة الشرفة في نجران.
لكم تحية مجددا سادتي يا الأكارم. نفتح الملفات العربية والدولية، إذ قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مستهل لقاء جمعه بنظيره الأمريكي جون كيري قبيل انعقاد اجتماع جديد لمجموعة دعم سوريا، إن سوريا تنتظر من مجموعة دعم سوريا ردا على مقترحاتها التي قدمتها حول سبل إيقاف إطلاق النار في البلاد. بدوره قال كيري إن إعلان الهدنة في سوريا وضمان الوصول الإنساني إلى المناطق المحاصرة يعد شرطا للشروع في بحث الجوانب الأخرى للأزمة السورية. حررت وحدات حماية الشعب الكردي السورية قرية منغ ومطارها العسكري بريف حلب الشمالي، جاء ذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الجماعات المسلحة بالمنطقة. وفي ريف حلب الشمالي حرر الجيش السوري وحلفائه بلدة كفرنايا إثر اشتباكات مع الإرهابيين أدت لقتل أكثر من 60 مسلحا. وأكد مصدر عسكري أنه بتحرير كفرنايا أصبحت بلدة أحرس ومسقان ساقطتين عسكريا. اتهمت وزارة الدفاع الروسية الإدارة الأمريكية بقصف طائرتها مدينة حلب السورية، نافية بذلك اتهاما مماثلا وجهته واشنطن إلى موسكو بقصف المدينة. وأكد إيغور كوناشينكوف الناطق باسم الدفاع الروسية أن جميع الطائرات الحربية والطائرات من دون طيار التي عملت في سماء حلب كانت تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن. الطائرات الروسية لم تحلق أمس فوق مدينة حلب، وطلعاتها كانت على بعد أكثر من 20 كيلومترا خارج المدينة. كان هناك نشاط مكثف لطائرات التحالف فوق مدينة حلب، ومن بينها قاذفات وطائرات من دون طيار. وفي الساعة 1:55 بتوقيت موسكو انطلقت قاذفتان تابعتان لسلاح الجو الأمريكي من الأراضي التركية مباشرة إلى مدينة حلب، وقصفت بشكل مكثف 9 مواقع في المدينة، يحتمل أن من بينها مستشفيان. أكد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ بمؤتمر صحفي أعقب ختام اجتماع وزراء دفاع الحلف الأطلسي أن الحلف سيشدد إجراءاته ومراقبته الحدود الفاصلة بين تركيا وسوريا، وذلك لضبط تسلل إرهابي داعش. لدينا أيضا قرار من أجل تشديد وتكثيف عمليات مراقبة الحدود ما بين تركيا وسوريا. تركيا هي في الجبهة الأمامية في هذه الأزمة، ولذلك فإن حلف الناتو يجب أن ندعم ذلك تركيا ونؤكد على ذلك في خلال اجتماعنا في ديسمبر. هذه الأزمة يجب أن تواجه بتدابير أخرى، كلنا يجب أن نسهم لإيجاد حلول لهذه المشكلات. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أكد من جانبه ضرورة العمل على قطع إمداد عصابات داعش الإرهابية، مشيرا إلى ضرورة استعادة مدينتي الموصل والرقة من أيدي تلك العصابات. لقد قمنا بوضع خطة لدحر تنظيم داعش، وكما قلت علينا أن نطبق ما نضعه من خطة في أقرب وقت. بالنسبة لمكافحة هذا التنظيم، أعتقد أن معاقله الرئيسية في سوريا والعراق، وبالتالي يجب هزمه هناك. يجب استعادة الرقة والموصل. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل على تجنيد كل قدراتنا لبلوغ أهدافنا. بعض هذه القدرات تتمثل في الضربات الجوية لدول التحالف، إضافة إلى التدريب، كتدريب القوات العراقية حتى نتمكن من استعادة باقي الأراضي. هناك كذلك الدعم اللوجستي. يجب أن لا يكون الدعم مقتصرا على الجانب العسكري فحسب في حملتنا ضد داعش، بل يجب قطع موارد داعش المالية أيضا. انقسم صراع التدخل العسكري السعودي في سوريا بين مؤيد له ومعارض. تركيا بدأت تشاطر الرياض حول هذه الخطوة وتجد فيها دعما للمعارضة المسلحة، في حين حذرت موسكو من وجود قوات برية في سوريا وعدت ذلك عدوانا.
دخلت تركيا على خط المواجهة في سوريا بإعلان تأييدها تدخل العسكري السعودي ودعم المعارضة المسلحة. فقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده قد تضطر للتدخل في سوريا، داعين الأمم المتحدة لبذل مزيد من الجهد لمنع تطهير عراقي. وندد أردوغان بدعوة لفتح حدود بلاده أمام اللاجئين السوريين، مهددا بإرسالهم إلى دول أخرى. أما موسكو فقد أكد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشكورين أهمية المحافظة على وحدة أراضي سوريا، مشددا على أن إرسال أي قوات سعودية أو تركية إلى سوريا سيكون عدوانا، داعيا إلى مشاركة كل أطياف السوريين في محادثات حل الأزمة بمن فيهم السوريون الأكراد. في المقابل أعلن جهاز الاستخبارات الأمريكية أن السعودية والإمارات لا يمتلكان القدرات للمساهمة بشكل كبير في القتال ضد داعش في العراق وسوريا، وأن إرسال تلك القوات أمر مشكوك فيه. هذا وأعلنت حكومة دمشق في وقت سابق على أن أي تدخل بري في الأراضي السورية دون موافقة الحكومة هو عدوان يستوجب مقاومته، مؤكدا أن أي معتد سيعود بصناديق خشبية إلى بلاده. فيما قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إن واشنطن تقترب من لحظة حاسمة لسوريا، فإما أن تحرز تقدما في اتجاه وقف النار أو أن تبدأ التحرك في اتجاه التدخل العسكري. قتلت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنيين 6 جنود سعوديين إثر عملية اقتحام نفذتها القوات على موقع عسكري لجيش العدوان السعودي بمنطقة الشرفة في نجران، بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية يمنية. وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش دكت أيضا موقع آلس دياس السعودي بجبهة نجران، إلى جانب قصف مواقع سعودية خلف المجمع الحكومي في الربوعة بمنطقة عسير التي تتعرض القوات السعودية فيها إلى خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. تشهد محافظتا مأرب وصعدة معارك عنيفة بين عناصر العدوان السعودي وداعميه من أنصار هادي والجيش واللجان الشعبية وسط تقدم للأخيرة، فيما شن العدوان السعودي غارات جوية على مناطق متفرقة من مديرية المخا الساحلية غرب تعز. محافظة مأرب واحدة من المحافظات اليمنية التي ما زالت تكتوي بنيران العدوان السعودي، حيث شهدت معارك عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة والعدوان السعودي ومرتزقته من الجهة الأخرى، في ظل تقدم كبير للجيش بعدد من مناطقها وسط صمود اللجان الشعبية وإصرارها على مواصلة المعركة مهما طالت مدتها. والله نقول لهم إن نحن لهم بالمرصاد وسوف نقف جنبا إلى جنب ضد أي مرتزق ضد هذا البلد. أبعث برسالة إلى العدو وإلى المرتزقة في الداخل وفي كل مكان بأن هنا صامدون وجاهزون لأي خيارات، ونحن ثابتون إن شاء الله مهما طالت مدة الحرب أو مهما حشد الأعداء، فنحن ثابتون إن شاء الله وسيمكن الله بالنصر إن شاء الله. وفي صعدة استشهد شخصان بغارات العدوان السعودي على ناقلة محملة بمواد غذائية بمديرية غمر الحدودية في محافظة صعدة شمال اليمن، كما شنت طائرات العدوان غارتين جويتين على منطقة مران بمديرية حيدان من المحافظة نفسها، كما استهدفت غارتان جويتان منطقتي الربيع والأشقري بمديرية صرواح غرب مأرب شمال شرق اليمن، بالتزامن مع استمرار المعارك باتجاه جبل هيلان، حيث تدور مواجهة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وأنصار هادي من الجهة المقابلة. قول العملاء والخوانة والمرتزقة والله سندحركم وسننهيكم على وجوه الأرض، سنبيدكم إبادة تام بإذن الله، منتصرين منتصرين. وفي تعز وسط اليمن أغار العدوان على مناطق متفرقة من مديرية المخا الساحلية غرب المحافظة، وفي محافظة حجة غرب البلاد قتل العشرات من أنصار هادي في صد الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدمهم باتجاه ساحل ميدي بالمحافظة واغتنام آليات عسكرية. أم قاسم امرأة بصرية مسنة تعد أنموذجا لكثير من العراقيات الصابرات لمواجهة صعوبة الحياة،
فهي تعيل عائلة وابنا معاقا وآخر ذهب يقاتل مع الحشد الشعبي من خلال العمل على جهاز استنساخ أمام إحدى المحاكم في البصرة. خالد السلامة. أم أعياها التعب لكنها لم تيأس من رحمة الله، وضعت أصابعها على أزرار طابعة رقمية دون أن تعلم أسماءها، إلا أنها كانت مؤمنة بأن العمل هو رسالة الأنقياء. أم قاسم التي رسمت الحياة على وجهها أهوالها معيلة لثلاثة أبناء، الأول عليل والثاني متطوع لخدمة الوطن والثالث صبي في الابتدائية لا يقوى على العمل. هاي حياتي، أنا عندي ولد بي سكرتارة وشلل نصفي قاعد هسه عندي بالبيت، وعند عائلة، أنا كنت أنترى على عائلة يعني عائلة، وعندي ولد مدرسة طالب مدرسة، وعندي ولد بالحشد. أنا أقول أنا أحسن من غيري يعني عايشة، أقول فضل من الله أنا عايشة، حاطت لي ميز وحاطت لي يعني بسطة، بس أكو عوائل كاتلة جوع ترى الله وكيلك. المحيطون بها عاملوها كأم لهم بعد أن باتت مثالا للصبر الذي يدفعهم لمواجهة لوعة الزمان والمكان الذين هم مهددون بالابتعاد عنه كونهم متجاوزين. إلا إحنا شجعناه قلنا له إحنا ولديش وإحنا نا يمي شيد المدقدري لك اللي النبي، بالإضافة إحنا يجينا عمل هنا إحنا نقدر ننجز هذا العمل، ولكن نعطيه إياه على مود هي تستفاد وتطلع مصرف اليوم ماله. واحنا بعض الاحيان نقوم بمعونته ومساعدته، انا احيانا اجي من الصبح اساعدها بالاوراق، اساعدها بالاستنساخ، اساعدها بشيل لها ثقل، ويوميا مشيلين على مود هاي الاستنساخ. ثاني شيء انا اكون شهيد وانا مصوب بالحشد. قوموا لنا انتم تشوهون الجسر، هذا الجسر منظر لا تبصون جوا الجسر، بس احنا شو مسوين الجسر. مشاق الحياة لم تنسها حنان الأم الصابرة، فذهبت تنقل هموم ومعاناة المجاورين لها من الشباب العاطلين، إلا أنها لنفسها لم تكترث. أوائل تشوفهم دولة والله هذا أخو شهيد، هذا أخو معلم، هذا أخو يعني كلهم متخرجين، هاي ولد شباب كلها متخرجين، يعني خريجي قاعد هنا، وين هاي قاعد هنا يا أبي؟ يشوفونهم عيشة، يشوفونهم شغال، يشوفونهم فتشي، يشوفونهم حد يعني للناس. كفاح أم قاسم يبعث منه رسالتان، الأولى لمسؤولين وقعوا على ضمان كرامة المواطن في الدستور، والأخرى لآلاف الشباب العاطلين عن العمل بانتظار التعيين. خالد السلامة، لقناة بلادي، البصرة. إذن مشاهدينا من عالم السياسة لعالم الرياضة مع الكابتن محمد، أهلا بك محمد. مساء الخير زهراء، مساء الخير على طابة، مساءكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى جولة رياضية نبدأها من أبرز العناوين. اتحاد الكرة العراقي يطالب مجلس الوزراء بمنحة طارئة للمنتخبين الوطني والأولمبي. وليونيل ميسي يعود لتدريبات برشلونة بعد العملية الجراحية ويستعد للمشاركة أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني. وفي إنجلترا صحف الإنجليزية تكشف راتب جوزي مورينيو مع مانشستر يونايتد ومدة العقد. إلى تفاصيل الرياضة، أهلا بكم. طلب اتحاد الكرة مجلس الوزراء بتخصيص منحة مالية طارئة لدعم مشاركة المنتخبين الوطني والأولمبي باستحقاقاتهما المقبلة. وقال عضو اتحاد الكرة يحيى كريم إن طلب الاتحاد سيقدمه وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عطان إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل للموافقة عليه وتسهيل إجراءات برنامج الإعداد المثالي للمنتخبين الوطني والأولمبي في الاستحقاقات المقبلة. وكشف كريم نية اتحاد توفير 5 مباريات دولية مع منتخبات عالمية للمنتخب الأولمبي. وفي شأن محلي آخر، حقق فريق الزوراء فوزا صعبا على النفط بهدف وحيد ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. تفاصيل اللقاء مع مراسلنا أحمد رحيم. بين جمهوره وأرضه ودع لاعب النفط مشتاق كاظم الساحرة المستديرة وأعلن اعتزال الكرة رسميا. بعدها انطلق عنان الجدي للبحث عن وجبة النقاط الثلاثة. الزوراء يحل ضيفا على النفط ضمن إطار المباريات المؤجلة من الدور الثالث.
اندفاع من الطرفين نحو الشباك من دون إيقاع الكرة في أحضانها، جدية حقيقية أظهرها لاعبو النفط وهددوا النوارس بأخطر هجمتين كادتا تطيح بالطائر الأبيض لولا براعة الدفاع في إنقاذ المرمى من أهداف محققة. هذا الضغط لم يكن كافيا لنهضة الزوراء وتشكيل خطورة واضحة إلا في بعض الحالات الخجولة. شوط أول ذهب خاليا بلا أهداف. أنفاس الشوط الثاني بدت بالعد التنازلي من دون أن تشهد المواجهة ملامح تهديف واقعية، واستمر السجال طويلا وبأخطاء زورائية كثيفة مع ضغط نفطي صاحبه نوع من الارتباك بمنطقة الجزاء، حتى جاء على عبد الزهرة بالبشارة للنوارس وهو يوقع على هدف التقدم وهدف الفوز بثلاث نقاط. حقيقة كانت مباراة يعني جيدة من الطرفين. الشوط الأول احنا استحوذنا على أغلب مجريات المباراة، دخلنا بالشوط الثاني وعيننا على ثلاث نقاط، لكن قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله والشكر. يعني خسرنا مع الزوراء، هذا الزوراء يعني فريق كبير، كان يعني ما عدى فرص قليلة، لكن الحمد لله والشكر هاي إن شاء الله نعوض مباراة القادمة. اليوم مباراة الفريق مظهر مستوى الحقيقي أغلب أوقات المباراة، يمكن سواء الشوط الثاني سيطرنا على يعني أجواء المباراة يمكن بأوقات محددة. نقول الحمد لله والشكر على تحقيق الفوز، هاي الأمر المهم بالمباراة، ولكن نفس الوقت يمكن علينا مراجعة، يعني كل لاعب عليه مراجعة نفسه وعلينا استغلال وتصحيح الأخطاء اللي يوقع بها الفريق، خصوصا أنه يعني الفريق ضمن التأهل إلى دوري النخبة، ولكن باعتقاد الشخص أنه مباريات النخبة راح تكون أقوى وأهم من هذه المباراة. أشكر جماهير الزوراء اللي آجرتنا اليوم بصورة كبيرة، الحمد لله وشكر على تحقيق ثلاث نقاط وتصدرنا للمجموعة، بس أعتقد أنه مستوانا اليوم ما كان يلبي الطموح، عندنا مستوى أفضل إن شاء الله، ونوع جماهيرنا أنه القادم أفضل بعون الله. فرق النخبة ستكون أكثر قوة وإثارة من غيرها، لأن الجميع يبحث عن الصدارة، وأن ضياع الفرص سيكلف كثيرا. النوارس تحلق بصدارة المجموعة الأولى وتضمن تواجدها في دور النخبة بعد أن جففت آبار النفط بهدف دون مقابل. أحمد رحيم، قناة بلاد الفضائية، بغداد. تلقى علي حسني نجم منتخبنا الأولمبي ونادي الميناء ثلاثة عروض من أندية كروية للانتقال إليها في الموسم المقبل. وأكدت التقارير الإعلامية أن العروض التي تلقاها حسني من أندية النصر الإماراتي وقطر القطري بالإضافة إلى نادي رزاسبور التركي، إلا أن اللاعب أكد احترامه لعقده مع نادي الميناء الذي يمتد لنهاية الموسم الحالي، مضيفا أنه يركز حاليا مع النادي البصري للعودة إلى النتائج الجيدة التي بدأ عليها موسم دوري الكرة الممتاز. اختتمت بطولة مؤسسة الطالبة العراقية للفرق الشعبية بكرة القدم في النجف بفوز فريق المشخاب على الكحلاء بثلاثة أهداف مقابل واحد، وقد أشاد الحاضرون بالدور الفعل الذي قدمته المؤسسة إلى هذه الشريحة الرياضية. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. بعد شهرين من تصفية البطولة التي أقامتها مؤسسة الطالب العراقية في النجف الأشرف للفرق الشعبية بكرة القدم، أقيمت المباراة الختامية بين فريقي الكحلاء وتعارف المشخاب على ساحة ملعب غاية الاتحاد. افتتح الكحلاء سجل الأهداف بالدقائق الأولى من المباراة ليحافظ على هيبة الهدف حتى نهاية الشوط الأول. كان شوط المباراة الأول صعب جداً، ولكن تمكنت أن أخطف هدف من شوت خارج 18، وإحنا عازمين على لقب هذه البطولة إن شاء الله. استعداداتنا للشوط الثاني، وعرفنا نقاط ضعف الفريق ونقاط نقاط القوة اللي عندهم، وإن شاء الله نركز على الشوط الثاني ومفقين للجميع إن شاء الله. الشوط الثاني الذي كثرت فيه البطاقات الصفراء تسبب بضغط على فريق الكحلاء، وخصوصا بعد الإنذار الذي أعطى فرصة للتعارف من خلال ركلة جزاء استغلها بذكاء تام ليسجل الهدف الأول له ويحافظ على عزيمته حتى قدوم الهدف الثاني والثالث، والذي أرهق الخصم نفسيا كونه في الدقائق الأخيرة. كانت مباراة صعبة، في الشوط الأول واجهنا يعني فريق قوي، فريق الكحلاء يعني اسم، واجهنا خطورة عليه أو سجل علينا أول هدف، والشوط الثاني يعني تمكن مدرب من خلال نظرته للعبة ودار المباراة صحيح، فتمكننا من الفوز.
اليوم طبعا ختام بطولة مؤسسة الطلبة العراقية التي استمرت لمدة شهرين تقريبا في محافظة النجف الأشرف، والتي شارك فيها ما يقارب 16 فريق من الفرق الشعبية على مختلف الأقضية والنواحي. اليوم كانت بين فريقين، فريق الكحلاء وفريق تعارف المشخاب، وحيث حقق تعارف المشخاب الفوز على الكحلاء. حسم لقب البطولة لصالح تعارف المشخاب، وتم توزيع الهدايا على الفرق المشاركة التي أشادت بتنظيم البطولة. هكذا كان ختام بطولة مؤسسة الطالب العراقية للفرق الشعبية في النجف الأشرف بفوز فريق التعارف على فريق الكحلاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لتكن هذه الخطوة الداعمة لهذه الشريحة الرياضية إيجابية المضمون ومنفردة المغزى. لقناة بلادي الفضائية محمد الطالقاني، النجف الأشرف. عالميا، حط السويسري جياني انفانتينيو السكرتير العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حط الرحال في إيران ضمن حملته الواسعة لحصد الأصوات في الانتخابات المقبلة لرئاسة الفيفا. ورحب رئيس اتحاد الكرة الإيراني علي كافيشيان بزيارة السويسري جياني انفانتينيو. كافيشيان وخلال تصريحات لقناة بلادي أكد ضرورة أن تتاح الفرصة لمرشحي رئاسة الفيفا لطرح برامجهم مع جميع الدول كي يتسنى لها الاختيار الأفضل بعد دراسة الموضوع. رحبنا بحضور أمين عام الاتحاد الأوروبي في إيران. لابد أن تتاح الفرصة لمرشحي رئاسة الفيفا لطرح برامجهم مع كافة الدول كي يتسنى لنا الاختيار الأفضل بعد دراسة الموضوع. بالتأكيد توجد آراء متباينة، ينبغي التشاور مع نظرائنا لاختيار الخيار الأنسب. هناك الكثير من المرشحين ينبغي السماع إلى آرائهم. قبل فترة كنا نرجح الشيخ سلمان على الباقين، لكن اليوم سمعنا آراء جياني انفانتينيو كانت جميلة وجيدة جدا وبحاجة إلى دراسة أيضا. أعتقد إذا ما جمعنا بين الرؤيتين للشيخ سلمان وجياني ربما نخرج بنتيجة جيدة. أوروبيا، صعد برشلونة إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد تعادله مع مضيف فالنسيا بهدف لمثله في أبي الدور قبل النهائي للبطولة. تقدم فالنسيا أولا عن طريق لاعبه ألفريدو نيغريدو في الدقيقة 39 قبل أن يعادل البديل الشاب ويلفارد كابتوم لبرشلونة في الدقيقة 84، وبذلك يتأهل برشلونة لنهائي كأس الملك بعد فوزه في الذهاب بسباعية نظيفة. وسيلتقي البلوغرانا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي بين فريقي إشبيليا وسالتا فيغو. وفي هذا الإطار أكد لويس أنريكي المدير الفني لبرشلونة الإسباني صعوبة التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا. وأشار أنريكي إلى أن جماهير الفريق اعتادت الفوز، وذلك بعد تعادله مع فالنسيا. وقال أنريكي أنه لا بد من النظر لعدد المرات التي تأهل فيها برشلونة إلى نهائي الكأس خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن من الصعب للغاية التأهل إلى هذه المرحلة كل عام. وأشار إلى أن السر وراء نجاح الفريق الكتالوني يتمثل بقدرة